أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعاظم دور الإعلام في عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين وضحض الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي والتي ستنعقد تحت رعايه الرئيس السيسي بالاضافه لمناقشه عدد من الملفات والمبادرات الاعلاميه